أبونا صاحب النيازة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس لمحبته، وكان دايما بيتصل بيا الضباط وخدم والجيش بيستشهدوا أيضا، هم بيحطوا في مخهم إنكم أنتوا هتروحوا الجنة، فنقول لهم طيب ما كان أبدا إنكم أنتوا تعملوا كده عشان أنتوا تروحوا الجنة. طبعا ربنا أبدا مش هينسى دماء الغالية، دماء أولاده، الأب المحب، الأب مش ممكن يسيب ولاده. بنقدم كل الشكر لأحبائنا الموجودين معانا في هذا المكان، وطبعا كويس خالص انكم انتوا جيتوا من المشوار بتاعكم لكنيستكم. فكرة انه في ناس وحشين، الناس دول اللي هم تجرعوا ان هم يعملوا كده ما هماش ناس، ما هماش لهم دين. اوعوا تفتكروا انه دول بينتموا لأي دين من الأديان. أنا لسه كنت بقول إنه الشيطان بيتعلم منهم.